من الاخوه المتابعين من الطريف الايمن، عليكم غطاء الطريف لزيارة الكاميرا، كما ننوه دائما لجميع المتابعين. التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم ايها الاخوه الكرام. من جديد في تواصل اشواط صباحي هذا اليوم يسير على البركه، شوطنا التاسع منذ غليل الخاص بالابكار لاذاع المحليات الاصايل، اول اشواط ابناء الغبايل بعد ما انتهينا من اشواط اصحاب السمو الشيوخ. نبدا مع المقدمه ومع المركز الاول والصداره، وهذه بهجه شهيل بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي على مقدمه الشوط وعلى المركز الاول، بينما النقله الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني يتابع على الغدوم من قبل بلشه العوض بن عبيد بن علي الراشدي، تتقدم الى المركز الثاني، بينما ننتقل الى المركز الثالث، وادي غزر لسيف بن سالم بن خلفان بينونه الاكتبي مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي رابع التحديات هذه الخفيفه لعلي بن عبيد بن غدير الاكتبي مع المركز الرابع، بينما ننتقل الى المركز الخامس لاتابع هنا الواصله على خامس المراكز، هذه الضبيه لعلي بن محمد بن معضد النيادي على المركز الخامس، بينما في المركز السادس هذه مشكورة حمد بن عيوب بن محمد العامري مع المركز السادس، بينما في سابع التحديات الشاهينية غالب بن محمد بوحبل المنصوري مع المركز السادس، بينما في سابع التحديات هذه الظفرة سعيد بن علي النعيمي، بينما في ثامن المراكز من الجانب الآخر المركز الثامن هذه الآن السفيرة مطر بن محمد بن علي المنصوري، وتاسع التحديات بلقى هنا إصرار محمد بن سهيل بن قصرة العامري، بينما في عاشر المراكز الشاهدية هيام بن مبارك بن هدفة العامري. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسامي وهذه الشعارات التي تسير في ناموس هذا الشوط مع رحلة الخمسة كيلومترات، هي المسافة المقررة لهذه الفئة العمرية في انطلاقات صباح هذا اليوم. عودة من جديد إلى المقدمة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى بهجة، هذه الآن مسيطرة أمامكم على المقدمة على الصدارة الأولى بشعار سهيل بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، شعار الشبل يبدو أنه على قمة الجاهزية لخوض معاركي هذا الموسم اللي لقاعدة جماهيرية في دولة الإمارات بل في جميع دول الخليج يشجعون هذا الشعار الكبير بإنجازاته الذي يرتبط مع الماضي والحاضر دائما في انطلاقاته وتحدياته. المركز الثاني يتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل هنا الخفيفة علي بن عبيد بن مدير الاكتبي مع المركز الثاني، المركز الثالث يتابع
الوصول في هذه اللحظات من الشاهينية. هيام بن مبارك من هدفه العامري بينما في المركز الرابع، وفي المركز الرابع هنا غزر لسيف بن سالم بن خلفان بن بينون الافتبي مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس السفيرة مطر بن محمد بن علي المنصوري. هذه النتيجة هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء. 1200 ولا الكيلو الأخير وين واصلين؟ وين واصلين في هذه اللحظات؟ والله تعاينا من هذه الضبابة اللي اليوم مصبحة ما شاء الله وتبارك الله. الله 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 على هذه الإثارة و1400 متر المتبقية عن خط النهاية، وهذه مسيطرة على المقدمة، بهجة على الصدارة، بهجة على المركز الأول. روح يا شبل روح روح مع هذا الانطلاق الجميل يا تسهيل بن احمد بن دري الفلاحي على المقدمه او على المركز الاول في هذه اللحظه. الله 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 المركز الثاني، وتابع من تقدمت في هذه اللحظه، من وصلت هنا شاهنيه هيام بن مبارك بن هدفه العامري بينما في المركز الثاني غزر لسيف بن سالم بن بينونه بن خلفان بن بينونه لكتبي الله. ولكن شوف هناك، شوف اللي قادم سمحة سيف بن سالم النايلي الشمسي وولد لها، تدخلت في هذه اللحظة وأسرار مسعود بن سهيل بن غصن العمري قادما بدأ يطير اللقاية أو طير الإذاعة المحليات الأصايل أول يا شواط أبناء القبايل. إلى وين إلى وين؟ بينها ولاية الإسلامي، بينها ولاية الشعارات الغوية التي تبحث عن الإنجاز، عن أول الأشواط، أول الأشواط الرئيسية. الله 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 هذه الآن هذه مسيطرة مسيطرة على المقدمة على المركز الأول في هذه اللحظات الشاهينية الشاهينية. هيام بن مبارك بن هدفه العامري، يا سلام يا سلامي على هذا التحدي، يا سلامي على هذه الإثارة. هناك هناك مشاهدين الأعزاء مطر بن محمد بن علي المنصوري مقدم، اللي هي السفيرة اللي هي السفيرة سيف بن سالم النايلي الشمسي. تحرك بسالم تحرك بسالم مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات النهائية. الله الله وراغب هنا راغب الظفرة سعيد بن علي النعيمي وصلت في هذه اللحظة، ولكن بن هدفة بن هدفة بن هدفة مع الشاهينية بن هدفة مع الشاهينية. بسلام الى زاخر 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 ودار المفاخر، يستاهلون هذا الفوز والانتصار التي حققته لنا اللي هي مشاهدي الاعزاء الشاهينيه. هيام بن مبارك بن هدفه المركز الثاني، وصلت الظفره سعيد بن علي النعيمي، وفي المركز الثالث المركز الثالث من وصلت سيف بن سالم عذرة ثالث ثالث المركز الثالث سمحة لسيف بن سالم النايلي الشامسي. هذه هي النتيجة يا الأخوة الكرام، التوقيت الزمني 7:51 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.